الله يعطيكم العافية. بدي أحكي هلا في هذا الفيديو عن تمرين الدمبل بريس المستوي الفلات على البنش الفلات. طيب شو بفرق الدمبل عن البار؟ احنا بنلعب بار بتكون العضلة مسؤولة عن دفع الوزن وتوازن بسيط أكثر من إنها مسؤولة. وطبعا نفس الوقت في عضلة ممكن تساعد عضلة، يعني مثلا إنه جزء الأيمن أضعف من الأيسر، لما نلعب بالبار ممكن الأيمن يأخذ جزء شوي زيادة عن الجهد اللي بذل الجزء الأيسر. لكن لما نلعب بالدمبلز أول شيء العضلة مسؤولة عن التوازن بشكل كامل، زائد مسؤولة عن القوة والدفع، ثالثا إحنا كل عضلة مسؤولة عن نفسها فقط، يعني الشمال ما راح يساعد اليمين، هاي شغلة كويسة. ثانيا في قاعدة لازم نعرفها لما إحنا نعمل chest press على الدمبلز، دائما زي ما اتفقنا تفتح الظهر تقويس كامل من الظهر من النص ما يلمس البنش، الكتف لورا، لما ننزل هاي الكوع تحت، الكوع ما بيكون هيك، هاي اغلط شائعة، الكوع تحت عشان ناخذ فول رينج اوف موشن. والاهم لما نقرب الدمبل نقربها على الصدر، ما ننزل نفتح الدمبل بهذا الشكل ونخليها هيك، لا 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 هذا غلط، هذا بيعمل كثير توتر وشد على الوتر، ممكن لا سمح الله يسبب عندنا اصابه في الوتر، ممكن لا سمح الله اصابات الوتر جدا سيئه وصعبه. فاحنا بنقرب الدمبل على الصدر لما ننزل ولما نطلع هذا الشكل، ما بنطلع على الاخر نخلي ما يقارب ال 95% ثاني في الكوع عشان ما يصير اللود على الكوع. خلنا نفرجيكم التمرين كيف الشكل، تقويس زي ما اتفقنا، المؤخره والظهر من فوق هم اللي بيلمسوا البنش، هاي الوزن طبعا دائما بتعرفوا كيف نطلع بالوزن، بنحطه على الركب، هاي أأمن طريقه نطلع بالوزن، وبنطلع ندفع في الركب بهذا الشكل. ها لما نزلت جربت الوزن على صدري وطلعت بما يقارب 95%، ها اثنين، حتى بحس في السكويز على الصدر اكثر بهذا الشكل. اما لو بدي افرد واعمل هيك واطلع كتفي حيساعد في دفع الوزن وتقريبا الصدر ما راح يشتغل، كتفه راح يشتغل، وانا بس من الحركتين اللي عملته مسا كتفي ألمني عشان افرجيكم الحركه. فهي هي الطريقه الصحيحه لاداء الفلات دمبل بريس، واتمنى تكونوا استفدتوا.